طيب اول مره نروح فيها المغرب مع حضراتكم هتكون من خلال تواصلنا مع الصحفي المغربي منصف فعدي، وهو الصحفي بموقع البطوله المغربي. نتكلم معاه على اجواء المباريات واستعدادات طبعا نادي الرجاء المغربي الشقيق لاستضافه النادي الاهلي بعد يومين. مساء الخير يا استاذ منصف. مساء النور واهلا بجميع مشاهدينا الكرام. اهلا بيك، كل سنه بدايه، كل سنه وانتم طيبين طبعا، كل سنه وكل الشعب المغربي طيب بمناسبه شهر رمضان الفضيل. واعتقد الاجواء الرمضانيه دي هتنعكس بالتاكيد طبعا، وبالتاكيد طبعا روح الود والحب الكبير اللي بتجمع بين الشعب المصري والشعب المغربي هتنعكس على اللقاء بين الشقيقين الاهلي والرجاء يوم الجمعه اللي جاي. أكيد فهذا غير جديد على الشعبين المغربي والمصري، أكيد هناك علاقة أخوة بين الشعبين، طالما كان هناك استقبال حار ما بين الأندية سواء الرجاء والوداد الأهلي الزمالك وغيره من الأندية المصرية الأخرى. دائما هناك روح رياضية بين الطرفين، وأتمنى كذلك أن تتعزز هذه الروح الرياضية في هذه المباراة المصيرية بين الأهلي والرجاء إن شاء الله. ولابد كمان نحن نشكر الأشقاء في المغرب وتحديدا طبعا إدارة الرجاء على الاستقبال الحار اللي استقبلت بيه بعثة النادي الأهلي من لحظة وصولها للمغرب الشقيق. أكيد فهو استقبال بالمثل، فهناك كان هناك استقبال يعني جيد وحار من الأشقاء المصريين هناك في مباراة اللقاء، يعني نحن شعب واحد وهذا غير جديد على الطرفين أكيد. بداية خليني أكلمك على أجواء ما قبل المباراة، خلاص ساعات بتفصلنا 48 ساعة قبل المباراة. خليني بداية أبدأ معاك من ملف الرجاء، إزاي بيستعد للفريق الرجاء لمواجهة الأهلي، وإزاي بتشوف أو يعني بتشوف جماهير الرجاء النتيجة اللي اتعملت في القاهرة في لقاء الذهاب؟ أكيد يعني بداية بالنتيجة فالجماهير تعتبرها يعني بين قوسين نتيجة إيجابية في ظل الظروف التي شهدتها المقابلة، كان هناك نقص عددي من جانب الرجاء، فهدف زريدة قد يكون يعني هدف من ذهب بين قوسين في مباراة الذهاب، وقد يخدم مصلحة الرجاء ويجعل يعني على بعد هدف واحد لضمان التأهل. بالنسبة للجماهير الرجاوية فأكيد فهي الآن تنتظر يعني بشوق هذه المباراة، والتي من المنتظر أن تشهد ندية وتشويق كبير بين الفريقين، يعني بمرجعية تاريخية كبيرة سواء الرجاء وكذلك الأهلي، يعني بخبرة قارية وبتركيبة بشرية يعني قادرة على يعني المنافسة على جميع الألقاب في جميع المواسم كما عودتنا الأهلي. بتشوف إزاي سيناريو مواجهة المغرب؟ يعني مواجهة كازابلانكا تختلف عن القاهرة في إيه من وجهة نظرك؟ وهل تتوقع إنه الشكل أو طريقة اللعب والأسلوب اللي بدأ بيهم أو لعب بيهم الرجاء 90 دقيقة الأولى هيختلفوا عن 90 دقيقة الثانية، ولا ممكن نشوف رجاء متحفظ في مواجهة العودة في المغرب؟ يعني أكيد يعني مباراة الذهاب على الجانبين يجب طي صفحة لقاء القاهرة، والآن هناك مباراة يعني جديدة بظروف مغايرة، يعني كل طرف سيلعب على جزئيات بسيطة، وكنا نعلم أن مثل هذه الدربيات يعني تحسم بجزئيات بسيطة بين الطرفين، وأكيد الفريق الذي سيكون يعني الأكثر جاهزية على المستوى النفسي والذي سيقع في أخطاء أقل من الآخر سيكون الأقرب يعني لنيل بطاقة العبور للدور الموالي. المباراة أراها يعني صعبة على الطرفين، هناك مساندة يعني من جانب الجماهير الرجوية أكيد ستكون في ملعب محمد الخامس، لكن الأهلي يعني لديه خبرة ولديه ما يكفي من الخبر يعني للتعامل مع مختلف السيناريوهات، يعني المباراة ستكون مفتوحة على مختلف على جميع السيناريوهات. الأهلي الآن لديه امتياز التقدم بهدفين مقابل هدف واحد، لكن في الجانب الآخر فالمهمة لن تكون صعبة ولن تكون سهلة يعني في نفس الوقت، وليست مستحيلة بالنسبة للرجاء، يعني هدف واحد قادر على قلب جميع المعطيات، لكن يجب تفادي أو تجنب تلقي أهداف أهلوية والتي ستكون يعني ستشكل صعوبة وقد تبعثر أوراق الإطار الوطني رشيد الطوسي في المباراة. الأهلي هيسجل إن شاء الله منصف في المباراة دي، وهيسجل بداية، يعني هو اللي هيكون بادئ بالتسجيل إن شاء الله. طيب خليني أخدك لملف الجماهير والحضور. خليني أخدك لملف الحضور الجماهيري، وأنا يمكن يعني كنت تابعت كده إن كان في مشاكل وكان في اعتراضات من جماهير الرجاء المغربي، وكان في مشاكل حصلت بسبب التذاكر، انتهت الموضوع ده، وإيه هو العدد اللي هيسمح بيه أو المقدر ليه لحضور المباراة؟ يعني في البدايه يعني كان مشكل في طريقه يعني بيع التذاكر، الشركه المكلفه يعني عادت بين قوسين للطريقه التقليديه وهي طرحها في بعض الشبابيك بدلا يعني الانترنت، وهي الوسيله يعني الاكثر سرعه والتي سيتفادى من خلالها
جماهير او جمهور الرجاء، يعني ذلك الاكتظاظ والطوابير الطويله. الان الشركه يعني تداركت الامر وطرحت بعض التذاكر يعني في الانترنت، يعني هناك يعني بوادر لانهاء هذا المشكل على مستوى التذاكر. بالنسبه للعدد المسموح فكان يعني محدد في 35 الف مشجع من جانب الشركه، قبل ان تكون هناك جلسه مع اداره الرجاء الرياضيه ليتقرر رفع العدد يعني الى اكثر من 40 الف. الرجاء يعني تعول على المسانده الجماهيريه في هذه المباراه، مباراه يعني مصيريه ستشهد يعني تشويق واثاره بين ناديين، واكيد ان الفائز او الاكثر ذكاء في هذا اللقاء هو الذي سيكون اقرب للتاهل ان شاء الله. قرايتك لطريقه لعب وتشكيل الرجاء، هل تتوقع انها هتختلف برضو عن مباراه القاهره؟ يعني ممكن نشوف اسماء ما شاركتش، ولا تتوقع انه السكواد او العناصر اللي لعبت مباراه القاهره هتكون هي هي، ولكن الطريقه اللي ممكن تختلف؟ أكيد يعني شخصيا أعتبر أن التركيبة البشرية لن تشهد تغييرات يعني عديدة، يعني في ظل أن الغيابات يعني ليست كثيرة. هناك زكريا الوردي الذي أجرى عملية جراحية حديثا في قطر، هناك إمكانية للبدء بعمر العرجون، والطاقم الطبي ينتظر تقرير مفصل حول حالته لتحديد موقفه قبل اللقاء. يعني أرى هو التغيير الوحيد الذي قد يكون أو قد يطرأ على التشكيلة الرسمية لرشيد الطوسي. بالنسبة للأسلوب اللعب أكيد أن كل طرف سيلعب بحذر في البداية، يعني كلنا نعرف أن الهدف المبكر سواء كان بثوب رجاوي أو أهلاوي سيصعب المأمورية على الطرف الآخر، يعني كل طرف سيلعب يعني بترزن وسيتفادى تسرع في مثل اللقاء. في النهاية احنا بنتكلم على فرقتين من أكبر الفرق على مستوى القارة، وكنا نتمنى انه يكون لقاء في مباراه نهائيه، هو بالتاكيد نهائي مبكر، لكن نتمنى ان شاء الله باذن الله ان هم يقدموا عرض قوي يليق بالكره المصريه والمغربيه والكره العربيه. بشكرك شكرا جزيلا منصف عدلي طبعا الصحفي المغربي بموقع البطوله. اخبارنا مهمه جدا في الاهلي في رمضان، ودايما الاهلي في رمضان احلى ودايما اخبارنا حلوه، ومعايا خبر مهم جدا عن ماتش مصر والسنغال. هتسمحوا لي بس هروح لفاصل وهرجع استكمل بقيه أخباري مع حضراتكم ومع ضيفي ونجم سهرتنا النهاردة كابتن أشرف ممدوح. عندنا كلام كتير هنقوله على ماتش مصر والسنغال، وهنتكلم على المو كان مكسر الدنيا امبارح في إنجلترا يا جماعة، وردود الأفعال على المستوى الرائع اللي قدمه ليفربول في المقام الأول والهدفين اللي أحرزهم محمد صلاح في المقام الثاني. النهاردة سيطروا بشكل كبير جدا على ردود الأفعال في معظم وسائل الإعلام والصحافة. خلينا نتابع ده كله في الأهلي في رمضان بس بعد الفاصل.